الحرب عرفه وثلث كان عامل اسمه. تظاهر هذه اليوم واضحه اهدافها ورسالتها هو رفض التدخل الاجنبي في القرار العراقي الداخلي، بالاضافه الى ذلك رفض القرار الولايات المتحده الامريكيه بشان القيادات الجماهيريه في العراق وعلى راسهم سماحه الشيخ قيس الخزعلي، لذلك هبت هذه الجماهير للتنديد بهذه القرارات. نزل من الجوله وبعدين